السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ينقصكم خير يا الخير وصفتنا لهذا النهار شباكيه معسلة من المعسلات الرمضانيه اللي ما كتخطا حتى شي بيت هذه الوصفه هذه ان شاء الله غادي نترحموني عليها كتجي مجعبه شاربه العسل كناكد على كلمه انها مجعبه كامله اي اخت عندها مشكل في تحضير الشباكيه اليوم ان شاء الله كوني متاكده اختي انك غادي تنجحي فيها العجينه اكثر من رائعه يعني ناجحه بجميع المقاييس خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير وما تحتاجوا فيها لا مجهود لا ان شاء الله اي اخت حطات فيها يديها الا ربي غادي يسخر ليها فيها وغادي تنجح فيها ان شاء الله وتفرح بها وتفرح وليداتها ما غادي تضيع ان شاء الله حتى حبه في هاد الشباكيه كيف كنقولوا يلا نبداو اخواتي على بركه الله في تحضير هاد الشبكية كيف قلت ديال الهمه والشان وديال النخوه ان شاء الله غادي نحتاجو ليها كاس ديال الجلجلان الجلجلان غير كنحيد منه البروده يعني ماشي محمر غير كنشفوه مزيان كنديه نجيبو غير كتحيد منه كيف كنقولوا آه يعني البروده اللي كتكون فيه ما كيكونش محمر لأنك كيكمل الطياب ديالو في الشباكيه ويكون مطحون مزيان باش ما يبقاوش لينا حتى فريتات فيه وعندي كاس ديال اللوز ما محمر ما والو غير كنمسحو وكنطحنو حتى كيولي غبره على العموم غادي نشوفوا معايا الحيله باش غادي يتجانسوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم عندي كاس ديال ماء الزهر دوبت فيه شويه ديال حبيبات اولا شعيرات ديال الزعفران الحر اللي ما عندهاش ممكن انها دير هاد الضويمه هادي اللي هي ضويمه ديال الزعفران الحر عندي كاس تاني تا هو ديال ماء الزهر يعني جوج كيسان ديال المزهر عندي كاس ديال الزبده حيوانيه كنأكد على الزبده ديال العبار نوعيه مزيانه تكون مدوبه كدوبوها وتعاودوا مزيان تغليوها حتى كتخلص من داك الماء اولا الحليب اللي كيكون فيها عندي نص كاس ديال زيت نباتيه يعني زيت الروميه وكنكمل النص الثاني بزيت البلديه يعني زيت الزيتون ومن الاحسن تكون زيت البلديه خفيفه ما تكونش ديك اللي كتكون فيها المروره عندي النافع طبيعة الحال يكون جديد باش كيعطينا مذاق زوين حبة حلاوة معلقة كبيرة ديال النافع معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة معلقة كبيرة ديال القرفة هنا ما كملتش المعلقة كبيرة عامرة لأن القرفة يلا طحنتها وبقى جديدة وبقى حارة كيف كنقولوا عندي معلقة ونص ديال الخل وعندي المسكة الحرة أو لا الميستيكا دقيتها مع طريقة ديال الملح ملي كنبغيو نصايبو الشباكيه كندقو المسكه الحره مع الملح ماشي مع السكر باش ما تخطفش لينا في اللون ديالها في القلي المسكه الحره هي هذه اولا الميستيكا وناخذوا الحره الحقيقيه باش كتعطينا التعليكه اما الا كانت غير هذيك اللي من غير بلا ما ديروها يكون احسن عندي كيلو ديال الدقيق وغادي نحتاجو بعض الاضافات غادي نشوفو معايا هذا هو اللي غادي يغنينا على دليك ديال الشباكيه الخلاط يعني شباكيه الخلاط غادي نجربوها ان شاء الله وترحموني عليها عندنا جوج كيسان ديال ماء الزهر في الاول هنا درت غير نص كاس الاول غير نص كاس وخليت واحد نص كاس على جنب الكاس الثاني اللي فيه ماء حبيبات اولا شعيرات ديال الزعفران الحر غادي نصفيه ممكن ديرو حتى كامل انا كان غير صفيتو الكاس ديال الزبده الكاس ديال الزيت مخلطه وعندي كاس ديال اللوز كاس ديال الجنجلان معلقه ديال حبة حلاوة النافع معلقة كبيرة عامرة نقصت شوية حيت يالله عندي طحنا كل شي المكونات وبقي اه مجهد كيف نقوله معلقة ونص ديال الخل الخل الأبيض غادي نجانس المكونات في الخلاط يعني غادي نخدمهم بحال غادي نخدموا العصير غادي غادي مع بعضياتهم حتى غادي يتجانسوا مزيان وحتى لبقات لينا شي فتيته فشي حاجه كتزيد تطحن وهكذا ما تعذبنا ان شاء الله في الديك المكونات مع بعضياتهم كيتجانسوا كي فهاد الوقيته غادي ندوز باش نغربل كيلو ديال الدقيق نوعيه جيده يعني خاص بالحلويات وهذا هو الخليط ديالي بعد ما طحنته الا انتبهتوا خليت واحد نص كاس على جنب يعني جوج كيسان ديال ماء الزهر درت كاس ونص في الكاس ديال الخلاط وخليت واحد نص كاس على حسب كل دقيق هو يقدر يكون تيتشرب يقدر يكون ما كيتشربش المهم غادي نتفاهموا معايا اكثر غادي نحتاج 4 غرام ديال الخميره كيماوية يعني نص خماره وهنايا على جنب كان كنأكد على الطريطقة ديال الخميرة معجونة الميستيكا أولا المسكة الحرة الرص ديال المعلقة وغادي نبدا نجمع في المكونات يعني هذا آه هاد كيلو ديال الدقيق كيجي اغلبيه كيجي عبار كيف كنقولوا عبار بدوك جوج كيسات المهم دائما باش هكايا من آه يعني ما نغلطش مع الاخوات خليو داك نص كاس على جنب مني كيخصكم غادي نزيدو داك نص كاس ديال ماء الزهر كتعرفوا كل دقيق هو بعض بعض المرات كيكون عندنا الدقيق كيتشرب بعض المرات كيكون عندنا اللوز فيه كميه ديال الدهون اكثر أو الجنجلان كيعطينا اللي اكثر المهم كيف قلت كنخليو داك نص كاس على جنب المهم انا راني ضفتو حتى هويا يعني الكميه كلها عندي هنا صافي وكنبدا نجمع شوفوا معايا كيفاش كنجمع ديك الكميه كتدخل كتعطينا دغيا كتزيد كت كيف كنقولوا اولا كتجمع في يدينا غير بالحراره ديال اليد العجينة ديال الشباكيه ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه حجره راه كنقولوا نقصحوها باش ن... يعني تعطينا باش تجي رطبه ولكن ماشي ديك قاصحه حجره شوفوا معايا غير بالحراره ديال اليد كتجمع ردوا البال انكم تبان لكم شويه خاصها ماء الزهرة اولا الماء وتكملوا لا غير عطيوها الخاطر غير ديوها وجيبوها بين يديكم دغيا كطلق دوك الدهون اللي فيها دغيا كيطلقوا المكونات مع بعضياتهم قسمت الخليط ديالي اولا العجينه على ثلاثه ديال الحصص وبقيت كنديو نجيبهم في يديا الحراره ديال اليد كتجمع لينا العجينه وبسهوله تكونوا متاكدين بانكم منين غادي ان شاء الله الخليط كامل في الخلاط غادي سهله صافي كنبقى نهز كل كره نخبطها مع طاوله العمل يعني كنهزها ونخبطها حتى كتجمع مزيان ومن بعد غادي نجمع الكل يعني في كره وحده او لا عجينه وحده ومن بعد غادي نقسمها الكرات كي قلت بلاد ليك راه ما فيهاش شي مجهود في الديك او كيف كنقولوا غادي تاخذ منا كطيح لينا الكتاف لا غير جمعوها بدوك جوج كيسان ديال ماء الزهر كي قلت في الاول ما تزعموش خليو واحد شويه ديال ماء الزهر على جنب منين تحتاجوه عاطفوه بعد ما قسمتها الكويرات صافي بقيت كنجمعهم مع بعضي او لا كل وحده كيف كتشوفوا معايا هنا كنسرع باش هكايا المراحل ما طويله واي سؤال اي استفسار دائما كنقولها مرحبا ما كنبخلش عليكم بالاجوبه يعني ولو في التعليق صافي كنبقى نديها ونجيبها بيديا راه غير الحراره ديال اليد كتجمعها وكدلكها وبالنسبه اي حاجه او عفوا اللي كدا يزيد لينا هذه العجينه البلاستيك الغذائي بالنسبه للعجينه ديال الشباكيه العدو ديالها هي انها تنشف يعني ضروري البلاستيك الغذائي ما بين كل مرحله ومرحله بعد ما درتهم في البلاستيك هاد الكويرات كاملين كنرجع الاولى فيهم وكنبدا نشكلها على شكل مربع كيف كتشوفوا معايا كلهم كنسرحهم على شكل مربع يعني كنديرها على شكل رغيفه هذا هو اللي كيعطينا الفيتاج ولا انتبهتوا العجين شوفوا معايا ما قاصحش وما خفيفش يعني في القياس وحتى هاد القضيه اللي درنا اننا عجنا الكل يعني في الخلاط الكهربائي كيزيد يعاون انها تدلك وكتجينا ساهله والعجينه ديالها يا سلام يا سلام غادي نتعجنوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله ما كتلصقش وكلها كتجي فيها داك يعني القوام ديالها كيجي باين والريحه ديالها ما نقولش بعد ما شكلتها كامله صافي يعني الكويرات انا هنا بديت يعني سبقت المراحل انا بديت كنشبك فيها وغادي نوريكم الطريقه ديال التشباك ديالها كل كره او كل مربع الا وكنقسمو على ثلاثه ديال الحصص ومن بعد كنسرحهم بالمدلك بالنسبه ليا الشباكيه ماشي شرط ان تكون عندي الوراقه ماشي شرط تكون عندنا الوراقه هانتوما غادي تشوفوا معايا هنا غادي نعاود كناخذ مربع وكنسرحو وكنقسمو على ثلاثة درتوهم كبار غتقسموهم على ربعة كيجيونا على هاد الشكل كنديرهم في بلاستيك غذائي ضروري كنبقى ندير في البلاستيك الغذائي ما بين مرحلة ومرحلة كيف قلت ماشي شرط ان تكون عندي الورقة ولكن اللي عنده الورقة كيف كنقولو هاد المقطع تعاود اللي عنده الورقة او يعني الماكينة ديال الشباكية معليش وكل اخت وفاش كتسرح يعني العجينه ديالها ما كتكونش رقيقه بزاف غادي نشوفوا معايا السمك ديالها ضروري من المدلك يعني انا سرحتها في بالمدلك ومن بعد ديتها الورقة يعني حتى سرحتها او خرجتها في الرقم اللي هو اقل قبل الاخير لان كل اخت والرقم كيفاش كيكون عندها المهم ماشي هذاك الرقم اللي كنصايبوا فيه الكعبه هانتوما كتشوفوا معايا العجين كيفاش داير يعني عاطينا الطع ماشي داك العجينه اللي, اللي كتهبط لنا الكتاف اولا اللي كتعذبنا لا وفي نفس الوقت ماشي قاصحه وماشي خفيفه الا كانت قاصحه راه كتجينا كتقطع وكتهرس راه غادي تعذبنا بزاف ولا كانت خفيفه ما كتعطيناش دوك الشكيلات اولا دوك السنينات اللي كيكونوا في يعني في الشباكيه اللي كيعطينا شباك اللي هو زوين كنبقى انا غدا في هذه المراحل كاملين يعني كنسرحهم غير بالمدلك عادي ومن بعد عاد كنديهم الوراقه كل واحد كنعاود يعني كنوجد واحد ربعه ديال السميطات وكيف قلت ضروري من المدلك انا هنايا بعد ما سرحتها في الورقة او لا في الماكينه كيف قلت كل اخت والرقم عندها المهم ماشي رقيقه بزاف وماشي الاخير اللي كيكون رقيق صافي غادي نبداو ان شاء الله في التشكيل ديالها وغادي نشوفوا معايا الطريقه ديال الشبك اللي هي سهله سهله اي اخت اي مبتدئه العجينه منقولش نقولش لكم خطيره خطيره شوفوا معايا تحكموا فيها كيف ما بغيتوا وما غاديش يكون عندكم الكسور في هذه العجينه يعني الطريقه باش غادي نخدموا سرحوهم سميطات صغيورين في القياس تقريبا اللي غادي يعطيكم ديال الشباكيه هذا الطريف اللي حيت هو اللي كيكون عندي في في الكسور في الشباكيه كامله كان بدات آه يعني تقطع كان حسب ستة يعني واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ست كان قطع فيه واحد نفس الطريقة واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ست كان قطع فيه هادو هما الكسور اللي كيكون عندي يعني داك القنيته اللي كتكون عندي من الجنب من هنا ومن هنا الا ما كان كنحيدش انا الجناب اللي كيكونوا الفوق والتحت صافي بدأ نحل في هاد السميطات كنحلهم كيف كيفاش كيتفكوا نحاول انني نفك هذوك السميطات اللي كيكونوا بالجراله بيديا اولا كنجر شويه بالطول ومن بعد كنحاول نفكهم بعد ما كنفكهم غادي ندوزو للتشباك قلنا فيها ستة ديال الشريطات اولا ستة ديال السميطات كندير جوج لتحت فوق منهم جوج كيعطيوني كي ثلاثه ديال الطبقات وكنلاقي جوج طريفات اللي كيكونوا اولا دوك جوج دلودينات اللي كيكونوا لتحت كنلاقيهم مزيان بالاصبع ديالي كنسدهم وكنقلبها كنحطها فوق طاوله العمل وكنشكلها وكنش... على شكل شباكيه كنحيد ليها دوك جوج القنيتات اللي كيكونوا في الجناب نتمنى يكون واضح جوج فوق من جوج كنشد هداك الرويصات مع بعضياتهم كنلحمهم مع بعضياتهم غادي يبان لكم اكثر واضح اكثر عاود وحنا غاديين خدامين مع بعضياتنا وكنقرص انا بالنسبه ليا الشباكيه كنحاول نجمعها يعني ما كنخليهاش طويله كنجمعها نفس الطريقة كنقلب جوج على جوج كيبقى الوسط خاوي كنشد دوك القنيتات أولا دوك مع بعضياتهم كنتبتهم مزيان كندير الأصبع ديالي وكنقلبها وخدموها وهي محطوطة فوق البوطاجي أو فوق طاولة العمل أو الطبيلة اللي كتخدمو فيها وشدو الجنيبات مع بعضياتهم مزيان إذا انتبهتوا انا ما كنديرش جراره من السمطة الفوق والتحت لان انا كنحيد هذاك يعني كنقص عليا هذيك الخدمه غادي نتفهموا معايا اكثر في الصمتة الثانيه يعني في واحد الوقت قصير غادي نصايبوا الشباكيه ولو تكونوا غير بوحديتكم جالسين غادي نصايبوها ان شاء الله وغادي نعطيكم واحد الفكره كيفاش انكم تقسموا الخدمه في هاد الشباكيه وما تعياوش فيها وما تملوش وما غاديش تضيعوا فيها ان شاء الله شوفوا معايا هاد السميطة بعد ما كنسرحها حاولوا انكم تعطيوها القياس ديال الشباك اللي بغيتو يا صغيرة يا كبيرة هادوك الجوانب اللي لتحت والفوق ما كنقطعهمش يعني ما كنحيدهمش انايا من الاحسن كنبقى هكايا كنخدم واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ست كنقطع واحد وبنفس الطريقة كنفك هاد السميطات يعني كنحلهم وهانتوما كتشوفوا معايا العجينه ما كانت ما والو العجينه زوينه بزاف المكونات اولا المقادير مضبوطين مليون في المية بعد ما كان نفكهم كاملين كان نرجع ندير جوج فوق من جوج جوج فوق من جوج هكا حتى كندير يعني فيهم ثلاثة طبقات بما ان فيها سته ديال الشريطات كيعطيونا ثلاثه طبقات انا هي كملتها في التشباك ها هو ديالها يعني انا في النص ماشي كملتها في النص ديال المراحل وغادي نجلس لانهم كتعرفوا التشباك ديال الشباكيه ما كيبغيش بزاف ديال الوقوف المهم غادي نكمل انا ان شاء الله ونشوف الطريقه ديال القلي ديالهم هذه النصف ديال الكميه وضروري انكم ديروهم في بلاطويات باش تجيكم سهله انكم تهزوها في البلاصه اللي غادي تقليو فيها بعد ما هي هذه شوفوا معايا اللون ديالها يعني الاضاءه راه بعض المرات كيف كنقولوا كتخون هذا هو اللون ديالها الطبيعي كتجي غزاله والعسيله ما نهضروش عليها شاركتها معكم يعني الاخوات اللي باقي ما شافوش الفيديو ديال طريقه ديال في تحضير العسل لان العسل من نجح المعسلات خاص ضروري يكون عندنا واحد العسل ناجح وانا كنأكد على الشبكية خاصها يكون العسل اللي هو ثقيل وبما اننا كنصايبوا العسل ضروري الا بغينا شباكيه اللي تكون لذيذه ضروري نضيفوا ليها واحد الكميه ديال العسل من الاحسن يكون طبيعي يعني راه فيه انواع المهم كنحاولوا اننا نغنيو العسل ديالنا ضروري وتكون العسل بارده وموجدينها من قبل على تسع وضمننا النجاح ديالها مليون في المية عاد نخدمو أولا عاد نديرو فيها سواء الشباكية أو المعسلات كيف قلت العسل كاين في القناه الرابط ديالو ان شاء الله غتشوفوه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف يلا صايبناه مع بعضياتنا عاد هاد اليومين هادي او عاد البارح حطيته حطيته ليكم صافي غادي ندوز القلي ديال الشباكيه بطبيعه الحال كيكون كي عندي حمام زيت اللي كيكون ساخن وضروري ما كنجربوا واحد الوحيده نشوفوها كيف هي وعندنا العسل على جنب صافي وكنبدا نحط في الشباكيه ديالي غير كتبدا تشد فراسها ضروري كنكملوا الطياب ديالها على نار اللي هي متوسطه كنقصوا ليها درجه الحراره باش ما كتلهبش وما كتشوطش وكتكون طيبة كلها مزيان شوفوا معايا كيفاش كتولي بحال وريدات ما شاء الله في وسط من الزيت ما غادا تهرس لكم حتى حبه وما كتحل حتى حبه يعني كنقولوا في وسط من العسل في من الزيت غادي تفك اولا غادي تخسر الشكل ديالها نهائيا كيف كتحطوها ما شاء الله كتجي على شكل وريده كتجي غزاله ردوا ليها البال وكيف قلت في العنوان مجعبة وشاربة العسل هذه هي اللي نأكد لكم في هاد الشباكية والمذاق ما نهضروش عليه المذاق ما نهضروش عليه <applause> كتجي غزالة المهم ردوا ليها البال في الطياب حتى كتاخد واحد اللون اللي هو ذهبي مذهب صافي وكنبدا نسقطرها مزيان سقطروها مزيان يعني صفي وعاودوا عاد رميو في العسل صفيو وعاودوا عاد رميو في العسل ومن الاحسن يكون عندكم واحد جوج ديال كيف كنقولوا مثلا بانيو اولا شي حاجه اللي هي واسعه باش تبقى شباكيه في العسل ومن الاحسن ديروا قصريه وحطوا فيها العسل ورميو في الشباكيه يكون احسن كتكون واسعه واخده حقها وخليوها على ما قديتو ممكن تخليوها تبات ليله كامله في العسل ما كاين شي مشكل باش تشرب العسل مزيان ولا بغيتو تعسلوها جوج مرات يكون احسن يعني حتى كيبرد عليها العسل وتعودوا تاني تصفيوها وتعاودوا تخليوها تاني في العسل مره تانية يعني الا عندكم غير كيف كنقولوا اناء واحد أو بانيو واحد ديروها وعاودوها صافي غادي نبقى غدا بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي صافي هاد الشباكيه ديالي اللون ديالها كيجي كي ما شاء الله شباكيه فعلا غادي نقول لكم لذيذه لا من ناحيه ديال اللذه أه الشكل ديالها كتبقى محافظه عليه ما كتهرس ما ما والو مجعبه كامله بطبيعة الحال كنخليها تصفى في, في الكسكس انا هنايا فرغت عليها شويه ديال العسيله باش نقول لكم كل ما كان كانت فيها العسل وخليتها فيها يكون احسن واكيد غادي نوريها لكم من الداخل لانها كلها مجعبه يعني كل حبه هزيتها الا إيه وكنلقاها مجعبه وشاربه العسل غادي تشوفوها معايا كيفاش دايره يعني العسل فيها من الداخل هو كيبان لكم وغادي نش... غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال الاحتفاظ ديالها كتجي كلها كيف كنقولوا نبيلات كلها مبوقه كلها نبيلات عامرين بالعسل وهذه هي الشباكيه اللي كنبغيوها كاملين والشكل ديالها آه وصيبناها. حتى الطريقه ديال الشباك ديالها غادي نعاود نهرس وحيده هكا باش تشوفوها المهم هاد الفيديو كله وانا كنهرس فيه في الشباكيه باش تشوفوا باش باش نوريكم ونقنعكم انها ناجحه شوفوا معايا كيفاش دايره ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي نجربوها وتردوا عليا الخبر اي اخت عندها مشكل في تحضير الشباكيه يعني المكونات ديالها مضبوطين ناجح مليون في الميه آه غير تبعوهم وكيف قلت ما تزعموش في الكاس الثاني ديال ديال الماء الزهر وما تقولوش بان خاصها الماء وتزيدوا شويه ديال الماء لا غير حاولوا بالحراره ديال اليد ديالكم انكم آه كيف قلت أن تديوها وتجيبوها بين يديكم بالنسبة للزنجلان تزين كيبقى اختياري بعد ما حطيتها هنا في هالطبيصين الطبيصيل ديال الهمة والشان ما شاء الله الله يحفظكم اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب شوفوا معايا كيفاش دايره كنرشها بالزنجلان كنزينها بشويه ديال الورد البلدي وبالنسبه للاحتفاظ بها كيف قلت لكم راه هاد كل هاد قد 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 قلتها غير انا كنوريكم وباغا نقنعكم انها شاربه العسل <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله حتى نتوما تكونوا فرحانين بها ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بها بالنسبه للزنجلان ما كنديروش فيها منين كنبغيو نحتفظوا بها كناخذ واحد العلبه اولا بواطه كنلبس ليها البلاستيك غذائي كنحاول نطلعو من الجوانب يعني من اليمين ومن اليسار من هذه الجهه ومن هذه الجهه المهم نلبسو يعني العلبه ديالكم بالبلاستيك غذائي مزيان باش هذوك الجوانب غادي يبقاو من الفوق وغادي تفهموا معايا علاش اكثر يعني تكون البلاستيكه خارجه من, من هنا ومن هنا كنستف فيها القياس ديالي اللي بغيت مثلا كاين اللي كياخذ كي واحد العلبه في 3 ايام في يومين في اسبوع كل اخت والعائله على حسب العائله انا كنفضل نجبد علبه واحده احسن من انني نفرق ما بين آه يعني بالبلاستيك ونهز طبقات كنجبد علبه ملي كتسالي كنديرها الزنجلان ما كنديروش فيها الا بغيت نحتفظ بها المهم انا غير كنقول لكم هكا باش الزنجلان حتى كنجبدو عاد كنرشوا ليها باش هكا باش ما يرطبش في الكونجيلاتور ملي كنجبدوها كتطلق رشوا عليها شويه ديال الزنجلان اللي كي كيكون محمر العلبة من الأحسن أنكم تقلبوها في الكونجيلاتور بهذه الطريقة هذه باش العسل كيهبط عليها ومني كان جبدوها نتناولوها ونخليوها ونخليها حتى كتطلق كان يرجع العسل يهبط عليها من الفوق كان فضل هاد الطريقة هذه يعني وكل أخت ديال القياس ديالها في البواطة اللي بغات مثلا أنا كان قياس ثلاثة أيام أو الأربع أيام أو لا ممكن يكون أسبوع عد يعني ما كان بالعلبات في القياس ديالي هو هذا كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هذا النهار او الوصفه ديال النهار تكون نال استحسانكم الوصفه ديال هذا النهار كيف قلت ديال الهمة والشان وديال النخوه أه ما تنسونيش اخواتي فضلا من تشجيعات ديالكم لانها وصفه ممتازه كتستحق التجربه وكتستحق انكم تخليو لي عليها واحد لايك من باب التشجيع في امان الله